طيب انا عايزه اسال دكتور محمد، ازاي هقدر استفيد من التكنولوجي؟ يعني الاقمار الصناعيه تساعدني في ايه؟ في ان انا هل اقدر مثلا ارصد، اقول مثلا دلوقتي هل اقدر اقول انه انا صيف مثلا 22 هيبقى عامل ازاي، ولا ده مبكر؟ طبعا ده سؤال كلنا بنتساءله. وبدايه بس احب يعني اجيب يعني اسباب اللي بيحصل ده. دي بنقول عليها احداث مناخيه متطرفه. والاحداث المناخيه دي المتطرفه دي اسبابها هو التغير المناخ. تغير المناخ بيحدث نتيجه النشاط البشري. النشاط البشري منذ يعني بدايه الصناعه او عصر الصناعه الانسان بيولد طاقه، توليد الطاقه، استخدام المواد البتروليه، المواصلات، البناء، الصناعه، كل ده ولد كافه الانبعاثات. الانبعاثات اللي هي عملت احتباس حراري. الاحتباس الحراري ده عمل خلل في التوازن الحراري للكره الارضيه. تمام. بدوره بدات درجه الحراره تعلى عن المعدلات الطبيعيه. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في جلوبال او درجة الحرارة على مستوى العالم زادت في حلول عام 2021 واحد درجة مئوية. ده مش معنى كده ان مصر زادت واحد درجة مئوية. لا، احنا بنتكلم على المتوسط طبعا. وبالتالي بعض المناطق هيحدث فيها اما ارتفاعات عالية قوي او انخفاضات اكتر من المعدلات الطبيعية. ده بدوره أدى إلى الأحداث المناخية المتطرفة اللي بنعيشها، سواء كان صيف شديد الحرارة أو شتاء شديد البرودة. أدى بدوره أيضا للمشكلة اللي كلنا يعني قلقانين منها، هي ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، اللي ده بينعكس على ارتفاع مستويات المياه في سطح البحر. والفضاء هنا كان دوره محوري، لأن إحنا ما قدرناش نرصد هذه التغيرات على مستوى العالم في إلا بوجود الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية موجودة على ارتفاعات عالية من الكرة الأرضية. القمر الصناعي بيلف حوالين الكرة الأرضية في حوالي 90 دقيقة، فممكن يلف أكثر من مرة. وبالتالي بدأت أرصد بدقة التغيرات اللي بتحصل في كل مناطق العالم، وبدأ نطلع نماذج رياضية ونقدر بيها نتنبأ بالمستقبل أو استشراق المستقبل هيكون التغير عامل إزاي. فالفضاء في حد ذاته ادانا الأدوات المهمة، لأن فعلا لو احنا ماشيين في اللي هو زي ما احنا كده هوت هنتعرض بالفعل لتغيرات مناخية كثيرة. عموما هو كلام حضرتك لازم ياخدنا برضو للمؤتمر المناخ بالزبط. اللي كان موجود في جلاسكو، واللي كان فيه توصيات كثيرة جدا للدول كمان الصناعية، وكان الأكثر تأثيرا هي القارة الإفريقية بالزبط. اللي واقع عليها التأثير.